اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما ب
بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه
الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذ لي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذ لي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذ لي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذ لي فيه الحوائج والعمل، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله.
فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين
العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقذلي فيه الحوائج والعمل
يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقذلي فيه الحوائج والعمل. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال، يا عليما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي لي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي لي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي لي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي لي فيه الحوائج والعمل يا من لا يحتاج إلى التفسير والسعال يا عليما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.